السلام عليكم، معكم أحمد مطر. النهاردة مش هتكلم عن الدايت والرياضة والصحة البدنية، ولكن هتكلم عن الصحة النفسية. أنا مش دكتور نفساني ولا دارس الموضوع، بس ليا حبة قراءات كده أحب إن أنا أتناولها معاكم. يا جماعة، البني آدم اللي بيروح لدكتور نفساني أو بيحتاج علاج، ان هو يتكلم مع حد وياخد يدي معاه ويديله افكار ويديله حلول نفسية في اطار العلاج النفسي، ده مش مجنون. ده ما تعملوش زي ما كنا بنشوف الافلام العربي القديمة الابيض واسود، ده مجنون، ده عبيط، ده مش عارف ايه. ده الناس دي محتاجة مساعدة ومحتاجة علاج، زي اللي عنده السكر واللي عنده ربنا عافينا السرطان واللي عنده أي مرض من الأمراض. المرض النفسي ممكن يكون أصعب بكتير من المرض البدني. المرض البدني احنا عارفينه وفاهمينه وعارفين أثاره، لكن المرض النفسي ما بقاش باين قوي، بس بيبان في حبة انحرافات في السلوك. أنا مش هتكلم في الموضوع لأن أنا مش متخصص قوي ومش متخصص أصلا، بس هتكلم في الموضوع عشان الناس بتخجل منها زي ما بيخجلوا من هي عار. هو مش عار، انا قدامك اهو، رحت لدكتور نفساني فتره من فترات عشان بعد ما والدي الله يرحمه ما توفى، لقيت حبه حاجات كده ضربت في وشي ما عرفتش اتعامل معاها، نفسيتي اتأزمت، فبدل ما اسيب نفسي للظروف تجيبني يمين وشمال رحت للدكتور. بس الدكتور للاسف فضل يديني في ادويه و مش عارف بيسموها ايه، اللي هي مضادات الاكتئاب. فلقيت نفسي ان انا بقيت كول وظريف وبضحك عشان باخد دواء مضاد الاكتئاب. فانا مش عايز ابقى بني ادم بياخد ادويه وفي الاخر الشفاء طبعا بايد ربنا وحده، بس انا مش عايز اسمي حليت المشكله بادويه. انا عايز احل المشكله مني جوايا ذاتيا، ان انا ابقى بني ادم اتغير وابقى بني ادم احسن. فبعد شهر ونص ما لقيتش حاجه بتتعمل غير ان انا عمال اروح بعد اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين، وهو كل شويه يسمعني 5 6 ولا 10 دقايق ويقول لي كمل على الدواء ونتقابل بعدين ويمشيني. لا، مش ده اللي انا عايزه. فضلت ادور تاني لغايه لما قابلت واحده من تلاميذ دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. الجلسه بتاعتها مش عايز اقول لكم كانت غاليه جدا وما خرجتش منها بحلول قوي يعني، بس كانت بتعمل معايا حاجه ما حدش عملها معايا قبل كده، وهي ان هي كانت بتسمعني وبس، بتسمعني وتجاريني مهما قلت من عبط او من غباء او من تصورات هبله، هي كانت بتسمعني بس وما بتعلقش. ممكن تجاريني بقى ونزود في الموضوع، طب انت بتفكر في ايه، انت بتحلم في ايه، انت نفسك في ايه. كنت بصرف في الشهر حوالي 2500، الكلام ده في 2010 تقريبا، 2011، 2000 في الشهر ديت كانت مبلغ طبعا بالنسبة للوقت ده. بس أنا كنت بخرج من عندها من سيشن 4 5 ساعات عندي سعادة غامرة، أنا فرحان ومبسوط والابتسامة على وشي دي كده. وبعد شوية حصل مشاكل، ما رحتش للدكتور ديت، الموضوع انتهى ورجعت أتأزم تاني. من فترة يعني مش بدون إن احنا نخوض في كلام كتير، اختي قالت لي ايه رايك لو تقرا الكتابين دول. وعلى فكره انا ما بعملش اعلان لحد، وصاحب الكتاب او دار النشر انا مش دعوه علاقه بيهم عشان اتقالت لي كلمه سخيفه دي قبل كده، بس قريت الكتابين دول، الخروج عن النص وعلاقات خطره. الكتابين دول اكدوا لي ان احنا كمجتمع بنعيش حياه مضره نفسيا وبنأذي نفسنا بنفسنا، واهالينا بيأذونا واحنا بنأذيهم، والمجتمع بيأذينا وقرايبنا بيأذونا، واحنا كتل أذية ماشيه على الارض. هتيجي تقول لي ايه العك اللي انت بتقوله ده؟ يكفي ان انا اقول لك ان المرض النفسي خلى بني ادم يغتصب طفله صغيره لابسه بامبرز، ان المرض النفسي خلى واحد يغتصب طفل صغير ويرميه من فوق القطر، فالطفل الصغير ده عاش وابتدى يغتصب لما كبر، ابتدى يغتصب العيال الصغيره ويرميها من فوق القطر اللي هو اسمه التوربيني. العلاج النفسي او المرض النفسي ممكن يكون مدمر لاجيال و...
وناس كتير على الاقل المرض البدني انت بتمرضه لوحدك وبتموت لوحدك، واهلك بيحزنوا عليك شويه والموضوع بينتهي، لكن المرض النفسي متوارث في تربيه غلط، في علاقات غلط. جماعه لو عندك حد بيحبك ما تفرطش فيه، ده اللي انا طلعت منه الكتابين دول. لو عندك حد بيحبك ما تفرطش فيه. وانا صغير كان في ناس كتير بتحبني وانا ما كنتش شايفهم عشان انا عايز ابقى مع الشباب الكول، بما ان انا كنت عيل اهبل كده صغير كده زي بيقولوا عليه نيردز، وفي بيقولوا عليه حاجات تانية انتوا عارفين كانوا بيسموهم ايه اللي هم ما لهمش في الصياعه ولا في الكول. ما كنتش مقبول في المدرسه وما كنتش مقبول في الجامعه وما كنتش مقبول في اول ما دخلت الشغل من الشباب الكول الترندي، وكنت مقبول من شباب العبيط اللي زيي. طب ليه افرط في شباب العبيط اللي بيحبني مقابل انا عايز ان الشباب الكول يحبني؟ طب ما تحب الناس اللي حواليك يا جماعه. من اكتر الحاجات اللي بتعالج البني ادم نفسيا ان يلاقي بني ادم بيحبه بدون مقابل. انت لما تحب حد هو حد ولا بني ادم بيحبك انت كبني ادم، سبحان الله هي حاجه بتحصل انك بتتعدل نفسيا، بيحصل لك تغيرات. فما تطردش الناس اللي انت ان هم بيحبوك عشان انت عايز ناس تانية، ده غلط. والنصيحة للشباب الصغير اللي هو اغلبهم بيتابعوني، لو انت مش شاب كول وعايز تبقى مع الشباب الكول الوهم الصايع اللي بيعمل حركات، تقدر تتفوق في الرياضة، ممكن تتفوق في الرسم، ممكن تتفوق في اي حاجه. انك تكون متفوق في حد ذاته ده كول، ده روش، ده جامد، ده اللي انتوا بتسموه لي من دول. اللي هيخليك مميز ده اللي هيخليك بني ادم لامع، مش انك تحاول تقلد حركات مجتمع غربي هبله بناخدها من بره من مسلسلات وفرجه، وبانك تقلد التانيين. خليك بني ادم متميز، خليك بني ادم متفرد، خليك بني ادم عندك قرايه ودرايه واراده، خليك بني ادم مثقف عشان تعرف الصح فين ومحدش يضحك عليك. يا جماعه مفيش حاجه اسمها المريض النفساني بني ادم مجنون، المريض النفساني بني ادم اتأذى في حياته كتير ومحتاج حد يساعده، لان مفيش حد بيقدر يساعد نفسه. انت لو عندك دور برد بتروح لدكتور، لو عندك سرطان بتروح لدكتور، مفيش حد بيعرف يشخص المرض ويعالج نفسه، محتاج حد يساعدك لان المرض النفسي اصعب بكتير وممكن يؤدي لمرض بدني. فخلي بالكو ان ده شيء محتاجين ناخد بالنا منه. ما تتريقش على حد بيروح لدكتور نفساني، ما تتريقش على حد محتاج مساعده نفسانيه، ما تتريقش على بني ادم انت حاسس ان هو عنده انحرافات نفسيه من عزله او 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 او، لان البني ادم ده محتاج مساعده مش محتاج حد يتريق عليه ولا يهينه ولا يقل منه. حاولوا تساعدوا الناس، حاولوا ترفعوا منهم، وحاولوا تكونوا بني ادمين صالحين في حياتكم. واللي عنده مرض نفسي دور على بني ادم يساعدك، دور على الناس اللي بتحبك، حاول تتميز، حاول تكون بني ادم انت نفسك تكونه، ما تقلدش حد عشان تحس بنفسك وتحس بوجودك. كان معاكم أحمد المطر، السلام عليكم.